أماني غريب مدير جمعية الفيروز للتنمية بشمال سيناء. ده اللي احنا عايزين نوصل للعالم كله، ان تراثنا السيناوي هو زي الذهب، يدخل في اي حاجه بيزينها، ودي الحقيقه. يعني انا بتعامل، او احنا هنا كفريق بنتعامل مع التراث السيناوي انه حاجه غاليه جدا جدا جدا، وفي تقدر وتتحط على كل حاجه. احنا حطيناها في الازياء الحديثه بهدف تسويق، احنا عايزين نخلق سوق اسواق جديده للمنتج السيناوي وللسيدات اللي بيشتغلوا في التطريز وفي الهاند ميد. انا اسمي علياء الشربجي. انا اولا بابا كان بيقول لي في تدريب خياطه في العريش، فقلت له فين، طب وتبع مين؟ قال لي تبع جمعيه فيروز. قلت له خلاص تمام، عايز اشترك وكده. وقال لي طب تعالي وهوديك للدكتورة اماني غريب، هي اللي هتقدم لك الثمارة وكده. قلت له خلاص تمام، وانا بقيت استمر اسال امتى التدريب يبدا امتى. كان في عيد الشتاء وكان ايام دراسه وكان ايام امتحانات، ما كنتش اروح المعهد، بس انا اهتم بالتدريب الخياطه تفصيل. انا حابه اللي هو الشغل، انا مش عادي، انا ممكن انجح، بس المشكله انا حابه الخياطه وتفصيل ليا هدف فيه. محمود حامد سليمان من مدينه، من عائده والي، محافظ شمال سيناء. انا حبيت اعمل حاجه جديده في مجال الستاير، حبيت ادخل التراث البدوي مع الستاير، والحمد لله نجح. زي ما حضرتك شايفه الستاره لها بهجه ولها منظر، وحتى عجبه كل الناس، ليها شغل وليها. وحاولت ان انا اعمل فيها تفانين، حطيت الخرز الابيض ده عشان يديها شكل جمالي. انا شغال ستاير وملايات سرير، وشغال يعني حاجات كتير، وليفنجات ومجالس، يعني في نطاق التطريز وفي نطاق الخياطه كلها. يعني اتعرف بيكي مدام منار. اهلا منار الشربجي. هو مش احتفاظ للتاريخ، ده تراث سيناوي، ده دايما ان شاء الله، وبرغم الظروف اللي احنا فيها هنفضل دايما نحافظ على تراثنا. والتراث السيناوي ده حاجه الواحد بيفتخر بيها، من صنع ايدينا السيناويه. وطبعا انا فخوره جدا باني انا بشتغل بالتراث السيناوي، وبشتغل ولابسه التراث السيناوي. هو من اسهل المهن اللي انا قابلتها في حياتي، بان انا بعشقها اصلا، مهنه الخياطه والتراث السيناوي بالتطريز البدوي. طبعا انا مش هقول لك معقده خالص، ان انا مثلا اليوم بيعدي معقد، لا، بناتي في المدرسه وانا باجي اشتغل هنا، بروح الساعه 2 بكون اشتغلت كذا حاجه، كذا حاجه بالتراث البدوي. طبعا ما بيبقاش تعب وشغل كده، وبروح البيت برده بشتغل حاجات عندي في البيت، وباجي تاني يوم اظبطها بالمكن وكده. يعني بس مش عناء ولا تعب ولا اي حاجه، بل انه هوايه وحاجه حلوه، ان يعني حاجه انا متمكنه بيها، مش هحسها صعبه. بس عبد الله رمضان. بالنسبه للتراث السيناوي، التراث السيناوي عجبني اساسا، شغله كويس وفي فن وفي لمحه فنيه جميله جدا جدا. فانا لما جيت قابلت الدكتوره عرضنا الفكره، قلنا نعمل ايه؟ نبدا بالمرايات الاول. ففعلا دخلنا شغل الاركيت في الالوان، في التراث السيناوي، في الشغل اللي هو الشغل الكليم، حاجات زي كده. فطلع طبعا الحمد لله زي ما حضرتك شايفه كده. محمد غازي، خريج كليه علوم زراعيه. اولا انا من خريجي مشروع فرصه المرحله الاولى، من خلال جمعيه الفيروز دكتور اماني غريب. المشروع دوت بتعاون مع صندوق الاجتماعي. الجمعيه كانت ليها مجهود جبار، والفضل طبعا الاول الاخير لربنا، وبعد كده هم في اللي انا وصلت له. انا كنت باخد كورسات مكثفه في الجمعيه، وهم كانوا بيساعدوني. في المرحله الاخيره دلوقتي انا دلوقتي مدرب وبقيت اشتغل بايدي. انا في حاجات كتير بعملها بايدي. انا كمان بدات اتطور من شغلي نفسي، ان انا بحاول انزل حاجات من النت، مثلا موديلات حديثه، وادخل فيها التراث البدوي. التراث البدوي دوت اللي انا بفتخر بيه، التراث بلدي اللي طول عمري هفضل افتخر بيه. الحاجه دي يكفيني شرفا ويكفيني فخرا، ان بلدي الوحيده في الجمهوريه كلها، لا يمكن في العالم كله، ما بتعملش الشغل ده غيرنا احنا. انا لما بخرج بره، مثلا صحابي مثلا في القاهره او بره القاهره، بكلمهم مثلا انا بخيط، وبكلمهم على التراث البدوي، بنزل لهم صور، ببعت لهم صور، بيبقوا شايفين الحاجه حاجات جميله وحاجات كويسه. دي حاجه طبعا ده فخر ليا.